والرضا، ويكون التوفيق والنجاح، ندخل جنة الفلاح والارتياح. تنجلي همومنا، تنفرج كروبنا، تزول أتراحنا، فهل بعد هذا أحد يلومنا إذا أسينا أو حزنا على أمهاتنا؟ أي عاقل لا يبكي وقد أغلق عنه بابان؟ أي عاقل لا يبكي وقد أغلق عنه بابان؟ باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الجهاد. فلما ماتت أم القاضي إياس بكى، فقيل ما يبكيك يا أبا واثلة؟ قال كان لي بابان مفتوحان، قال كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما، وأما باب الجهاد فقد روي عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. قال: هل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي. قال: فأبل الله عذرا في برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، إذا رضيت عنك أمك فاتق الله في برها. رواه الطبراني وحسنه العراقي. فاتقوا الله يا شباب، اتقوا الله يا فتيات، اتقوا الله بأمهاتكم وآبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم، وعجلوا قبل أن تحين لحظات الفراق. تمرغوا في سعادة البر والصلة لهما والخدمة لهما، إنها سعادة الدنيا والله إنها بوابة الجنة، فلا تفوتكم عباد الله. كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن بر الأم أفضل الأعمال، أن بر الأم أفضل الأعمال. وقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، وهو مذهب جماعة من السلف. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل عنده أمه: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وقال الإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر، فآه للموت كيف أغلق وأوصد أبواب الخير هذه. ولو أن هذا الموت يقبل فدية، ولو أن هذا الموت يقبل فدية فديناه أموالا كراما وأنفسا. إي والله لو كان يقبل فدية لفديت أمي بنفسي وروحي. فآه ما أضعف الإنسان، ما أوهن حبله، ما أشد غفلته عن النعم التي يتقلب فيها. إي والله وجود الأبوين أو إحدى أحدهما نعمة من أعظم النعم عند العبد، نعمة من أعظم النعم يا شباب، نعمة من أعظم النعم يا فتيات. نعمة وجود الوالدين نعمة، نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. كم من النعم لا ندرك قدرها إلا عند فقدها. فاسمعوها يا شباب، سارعوا قبل أن تغلق الأبواب. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على الفراق لمحزونون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لا بد للمكبوت من فيضان. قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لا بد للمكبوت من فيضان. صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي، ليبين عنها منطقي ولساني. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنها هي قصة الأشجان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش،
إلا لحمد علاك في الأكوان. فالحمد لله على جنة الرضا، الحمد لله على جنة الرضا، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة اليقين والصبر، الحمد لله على نعمة الإيمان التي تجري بعروق الإنسان لتمتص الآلام والأحزان. فالحمد لله ورضينا بقضاء الله خيره وشره وحلوه ومره، فما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فاللهم أجرنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، أبيت على الذكرى وأصحو بمثلها، وإن نمت لم يبرح خيالك زائري. أحبك يا أمي على القرب والبعد، أحبك يا أمي على القرب والبعد، أحبك يا أمي ولو كنت في اللحد، أحبك حبا لو مزجت رحيقه ببحر لصار البحر أحلى من الشهد، أحبك حبا لو سقيت بمائه فيا في نجد أورق الشيح في نجدي، أحبك حبا فاق حب أحبتي فليس لحب الأم في القلب من ندي. سلام على الدنيا تناثر عقدها، وقد كنت يا أماه واسطة العقد.